بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 150. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كان آخر حديثنا مع المؤلف رحمه الله في الحلقة الماضية عن ما يجوز وما لا يجوز من العبادات وما شرع وما ابتدع منها، ووقفنا عند قوله هنا رحمه الله: فالعبادات ثلاثة، منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتي الفجر وقيام رمضان ونحو ذلك، وهذا منه المؤقت كقيام الليل، ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الآيات، ومضى في بيان أنواع العبادات. نعم، العبادات المشروعة أنواع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. العبادات المشروعة أنواع. نعم. منها ما هو مشروع في وقت معين كقيام رمضان، ومنها يعني العبادات المستحبة. نعم. منها ما هو مشروع في وقت معين كقيام شهر رمضان. نعم. ومنها ما هو مشروع لسبب، وذلك كركعتي الوضوء وتحية المسجد وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف، فهذه تفعل عند أسبابها، ولا تفعل من غير وجود أسبابها، إما في جميع الأوقات كما هو قول، وإما في غير أوقات النهي كما هو قول آخر. الحاصل أن هذه ما دامت مشروعة وهي مقيدة بأوقات أو بأسباب، فإنها تفعل في أوقاتها وأسبابها كما جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك نوافل مطلقة، كالصلاة النافلة في الليل والنهار في غير أوقات النهي، وكذلك ذكر الله جل وعلا في جميع الأوقات ما عدا الأمكنة المنهي عن ذكر الله فيها. فالحاصل أن المسلم يدور مع ما شرعه الله ورسوله، فما كان مقيدا فعله بقيده، وما كان مؤقتا فعله في وقته، وما كان له سبب يفعله عند حدوث السبب، وما كان مطلقا فإنه يفعله متى ما تيسر له ذلك. نعم. قال: ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الآيات. قال المحلق: صلاة الكسوف. نعم. صلى الله عليه. قال: ثم قد يكون مقدرا في الشريعة بعدد كالوتر، وقد يكون مطلقا. وأيضا هذا تقسيم آخر، أن صلاة النافلة قد تكون مطلقة ليس لها عدد، فيصلي المسلم ما تيسر، لكن يكون ركعتين ركعتين كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية: صلاة النهار مثنى مثنى. فيصلي المسلم ما تيسر له. ومنها ما هو مقيد بعدد، وذلك كالوتر، فإن أقله ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات، وأعلى الكمال 13 ركعة أو 11 ركعة، فهذا مقيد بعدد، فيأتي بالعدد الأقل أو المتوسط أو الأكثر كما ورد في السنة، ولا يزيد في الوتر عما جاء في السنة. نعم.
قال وقد يكون مطلقا يعني غير مقيد بعدد مع فضل الوقت. نعم. كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة. نعم، من دخل المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة فإنه يصلي ما تيسر له غير متقيد بعدد الصلوات، فيصلي لو صلى من دخوله إلى أن يحضر الإمام كان أحسن، وإذا صلى ثم جلس أيضا فكان هذا من المشروع، يجلس يذكر الله ويقرأ القرآن، لكن كونه يصلي إلى أن يحضر الإمام هذا أفضل. هذا يا شيخ يخفى، هذا غير مقيد بعدد، وإنما المقيد بعدد هو ما بعد الجمعة، فإن راتبة الجمعة أقلها ركعتان وأكثرها أربع ركعات بسلامين. نعم. هذا الذي أشرتم إليه قبل دخول الخطيب أنه أفضل من القراءة والذكر أن يصلي، يغفر عن كثير من الناس ويأخذ بعضهم النوم أحيانا. على كل حال الناس، أقول الأمر موسع في هذا، من كان يريد الأجر ويريد إنه يكثر من الصلاة قبل الجمعة، ومن أخذه الكسل أو النوم أو له شغل فإنه يصلي تحية المسجد، هذا أمر لا بد منه، وما بعد ذلك ما تيسر له. لكن كونه يصلي أفضل من حتى يدخل الخطيب، إذا كان عنده نشاط كونه يصلي أفضل من كونه يجلس. نعم. قال رحمه الله فصارت أقسام المقيد أربعة. نعم. ومن العبادات ما هو مستحب بعموم معناه كالنفل المطلق، فإن الشمس إذا طلعت فالصلاة مشهودة محظورة حتى يصلي العصر. نعم. ومنها ما هو مكروه تخصيصه. نعم، هذا الذي ذكرناه النفل المطلق. نعم. هذا لا يتحدد بوقت ولا بعدد، يصلي ما تيسر له في أي وقت ما عدا الأوقات المنهي عنها عن الصلاة فيها. نعم. ومنها ما هو مكروه تخصيصه لا مع غيره كقيام ليلة الجمعة. ومنها ما هو منهي عن تخصيصه، أما إذا جعل مع غيره فلا بأس، فإذا كان الإنسان يقوم من الليالي وجاء ليلة الجمعة فإنه يدخل ضمن قيامه ويصلي ليلة الجمعة، أما إذا كان يخصص ليلة الجمعة دون غيرها من أيام الأسبوع فهذا بدعة. نعم. وقد يكره مطلقا إلا في أحوال مخصوصة كالصلاة في أوقات النهي. نعم. ولهذا اختلف العلماء في كراهة الصلاة بعد الفجر والعصر، هل هو لئلا يفضي إلى تحري الصلاة في هذا الوقت فيرخص في ذوات الأسباب العارضة، أو هو نهي مطلق لا يستثنى منه إلا قدر الحاجة، على قولين هما روايتان عن أحمد وفيها أقوال أخر للعلماء. نعم، أوقات النهي خمسة، منها أوقات طويلة كما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أو إلى ارتفاع الشمس، هذان الوقتان الطويلان لا يصلي فيها النوافل المطلقة، وإنما يصلي فيها على اختلاف بين العلماء ذوات الأسباب، مثل ما لو دخل المسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في أوقات النهي وغيرها لو نظرنا للسبب، لكن إذا عممنا حديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الظهر وأخذنا بعموم النهي منعنا من صلاة تحية المسجد، فمن العلماء من أخذ بعموم الأمر فرأى مشروعية صلاة تحية المسجد في أي وقت دخل المسجد، ومنهم من أخذ بعموم النهي فمنع حتى من تحية المسجد، المسألة فيها خلاف قوي، وكذلك صلاة الجنازة لأنها من ذوات الأسباب، وكذلك صلاة الكسوف، وكذلك سنة الوضوء، فإن هذه الأمور اختلف العلماء فيها، إذا وجدت أسبابها في وقت النهي هل يصليها لوجود السبب ووجود الأمر، أو لا يصليها لوجود النهي عن الصلاة في هذا الوقت، إلا ركعتي الطواف، فإن ركعتي الطواف لا منع فيها في أي وقت، قوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى ركعتين أي ساعة من ليل أو نهار. نعم. أحسن الله إليكم. فإذا صلى مثل هذه الصلاة تحية المسجد وسنة الوضوء فهل يقال تجوز ولا تطل، أو لو صلى وطول؟
فلا يؤمر بالتجوز إلا إذا دخل الإمام في الخطبة، في حال إذا دخل والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين يتجوز فيهما، يعني يخفف من أجل أن يتفرغ لسماع الخطبة. وكذلك يتجوز في صلاة في راتبة الفجر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففها، فيخفف ركعتي الفجر الراتبة. نعم. أما غير ذلك؟ أما غير ذلك فيتمهل فيها. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وقد يحدث في اليوم الفاضل مع العيد العملي المحدث العيد المكاني فيغلظ قبح هذا ويصير وقد يحدث في اليوم الفاضل مع العيد العملي المحدث العيد المكاني فيغلظ قبح هذا ويصير خروجا عن الشريعة، فمن ذلك ما يفعل يوم عرفة مما لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه، وهو قصد قبر بعض من يحسن الظن به يوم عرفة والاجتماع العظيم عند قبره. نعم، قد يكون الوقت الفاضل يحدث فيه ما ليس مشروعا مثل يوم عرفة، فإنه يوم فاضل، قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وها وهو اليوم الذي قال الله جل وعلا فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فهو اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية، وهو اليوم الذي يؤدى فيه الركن الأعظم من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، فهو يوم فاضل. وخير الدعاء دعاء عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس لا يقتصر على ما شرعه الله في هذا اليوم فيذهب يحدث فيه بدعا، فيكون إثمه أشد ممن أحدث البدع في غير هذا اليوم، لأنه أضاف إلى هذا اليوم الفاضل بدعا ليست من ما شرعه الله لا في هذا اليوم ولا في غيره، وذلك بأن يذهب إلى القبور في هذا اليوم ويظن أن الذهاب أو زيارة القبور في هذا اليوم أفضل، وهذا من البدع المحدثة. نعم. صلى الله العافية. كمن؟ قال: كما يفعل في قال كما يفعل في بعض أرض المشرق والمغرب. قال: وهو قصد قبر بعض من يحسن الظن به يوم عرفة والاجتماع العظيم عند قبره. إيه نعم، لما كان يوم عرفة يوما فاضلا يشرع الدعاء والإكثار من الدعاء فيه، بعضهم يظن أن الذهاب عند القبر والدعاء عند القبر أفضل وأدعى للإجابة، فهو فعل بدعة مغلظة في يوم فاضل، فيكون قد انتهك حرمة هذا اليوم واستعمله في غير ما شرع له، فإن الذهاب إلى القبر من أجل التبرك أو من أجل الدعاء عنده ظن أن الدعاء عنده يستجاب فهذا من أعظم البدع ووسائل الشرك، فإذا وصل إلى أنه يتبرك بالميت أو يستغيث به أو يستنجد به فإنه يكون شركا أكبر، فيكون يخرج من الإسلام والعياذ بالله، نعم بالله، وهو يظن أنه يعبد الله في يوم عرفة وأن هذا فيه أجر يوم عرفة. نعم. قال رحمه الله: كما يفعل في بعض أرض المشرق والمغرب، والتعريف هناك كما يفعل بعرفات، فإن هذا هناك بدعة يفعلها بعض الناس وربما يتساهل فيها بعض العلماء أو يرخص فيها، وهي التعريف، قضية التعريف، وهو أن يجتمع المسلمون في مسجد البلد يدعون الله بعد العصر تشبها بالحجاج في يوم عرفة، فهذا فعله بعض الصحابة واقتدى به بعض السلف، لكنه غير مشروع في الواقع، ويحكمه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد وقع الحج في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم يعرف بالمدينة ولم يجمع أصحابه يوم عرفة، فإنه صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وبقي فيها 10 سنوات ولم يفرض الحج إلا في السنة 9، لكن ما زال الناس يحجون من قبل الإسلام وبعد الإسلام ما زالوا يحجون، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد المسجد في هذا اليوم بعد العصر ويدعو فيه. نعم. أو حين أرسل أبا بكر بالحجة الأولى، وكذلك في السنة 9 لما فرض الحج
ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وجمع أصحابه ودعوا فيه، فهذا من البدع. نعم. قال فإن هذا نوع من الحج المبتدع الذي لم يشرعه الله، ومضاهاة للحج الذي شرعه الله، واتخاذ القبور أعيادا. هذا مركب من أمرين، أولا من ذهب إلى القبور لا شك أن هذا محرم، وسيلة من وسائل الشرك، أو هو الشرك بعينه إذا دعا القبر والميت. لكن الأمر الثاني بدعة، ولا يقال إنه الشرك أو وسيلة إلى الشرك، هو التعريف والاجتماع في المساجد للدعاء فقط. نعم. وكذلك السفر إلى بيت المقدس والتعريف للتعريف فيه، فإن هذا أيضا ضلال مبين. نعم، لأن الحج لم يشرعه الله إلا إلى مكة وفي المشاعر، ولم يشرعه إلى بيت المقدس. وإن كان بيت المقدس من المساجد الثلاثة التي يشد إليها الرحال للصلاة فيها والاعتكاف فيها، لكن كونه يقصد هذا المسجد الشريف يوم عرفة ويسافر إليه، هذا مما أحدث في الدين مما ليس منه. والحج ليس إلى بيت المقدس، وإنما هو إلى مكة. نعم. قال فإن هذا أيضا ضلال مبين، فإن زيارة بيت المقدس مستحبة مشروعة للصلاة فيه والاعتكاف، وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، لكن قصد إتيانه في أيام الحج هو المكروه. نعم، هو فرق بين ما شرعه الله وما لم يشرعه الله. فبيت المقدس من مساجد الأنبياء، من المساجد الثلاثة، والصلاة فيه عن 500 صلاة فيما سواه، فهو مسجد فاضل. لكن كوننا نقصده في يوم معين أو زمان معين لم يشرعه الله ورسوله، فهذا هو البدعة. وذلك مثل يوم عرفة، فإن يوم عرفة من خصائص المكان الذي شرع فيه، وهو يوم عرفة، وهو عرفة، عرفة نفسها والمشاعر التي شرع الحج فيها. نعم. فلا نزيد من عندنا شيئا، وإن كان هذا المكان فاضلا فنحن لا نقصده. كذلك المساجد بيوت الله عز وجل وفيها فضل، وهي أشرف البقاع، لكن ما نقصدها إلا للعبادة المشروعة، لا نقصدها للعبادة المبتدعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال لكن قصد إتيانه في أيام الحج هو المكروه، فإن ذلك تخصيص وقت معين بزيارة بيت المقدس، ولا خصوص لزيارته في هذا الوقت على غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب، صلى الله عليه وسلم، قال لنا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. هذا فصل في أن كل ما لم يشرعه الله ولا رسوله فإنه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذا في أمر العبادات. أما العادات والمباحات فهذه أمرها واسع، وليس فيها ثواب ولا عقاب. المباح ما لا ثواب فيه ولا عقاب، إنما الكلام في العبادات. العبادات توقيفية لا يعمل منها إلا بدليل صحيح عن الله ورسوله، ومن ذلك قصد الأمكنة والأزمنة التي ما شرع الله لنا قصدها لا في الكتاب ولا في السنة، فهذا من البدع المحدثة. نعم. إذا قصدناها لأجل العبادة فيها دون غيرها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم فيه أيضا مضاهاة للحج إلى المسجد الحرام وتشبيه له بالكعبة. نعم، الذهاب إلى بيت المقدس في يوم عرفة هذا فيه زيادة على ما سبق أنه بدعة، والبدعة ضلالة، فيه تشبيه له بالمسجد الحرام، وهو لا يشبه المسجد الحرام. المسجد الحرام هو أفضل المساجد على الإطلاق، ثم بعده المسجد النبوي الشريف، ثم بعده بيت المقدس، المساجد الثلاثة. فهذه المساجد كل مسجد له أحكام وله خصوصيات، فلا تنقل خصوصيات مسجد إلى مسجد آخر، لا تنقل خصوصيات المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم. ولهذا قد أفضى
إلى ما لا يشك مسلم في أنه شريعة أخرى غير شريعة الإسلام، وهو ما قد يفعله بعض الضلال من الطواف بالصخرة أو من حلق الرأس هناك أو من قصد النسك هناك. نعم، هذا تشريع لحج لم يشرعه الله ولا رسوله، وتشريع لمناسك في غير أماكنها، فذلك إذا ذهب إلى بيت المقدس لقصد الدعاء هذا بدعة كما سبق. إذا فعل ما هو أشد من ذلك بأن طاف بالصخرة، طاف بالصخرة التي يزعمون أنها في بيت المقدس، فهذا مضاهاة لما شرعه الله من الطواف حول الكعبة، وليس في الأرض شيء يطاف به إلا البيت العتيق فقط، لا يطاف بصخرة، لا يطاف بمقام، لا يطاف بشجرة، الطواف إنما هو من خصائص البيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، فهو الذي شرع الله طواف به. أما يطاف على غيره من القبور أو الأضرحة أو المقامات أو الصخرة فهذا أمر مبتدع، وكل بدعة ضلالة. وكذلك حلق الرأس إنما يشرع في مناسك الحج والعمرة، في مناسك الحج والعمرة، وما عدا ذلك فحلق الرأس مباح، إن شاء فعله وإن شاء تركه. إنما يشرع حلق الرأس ويكون فيه أجر ويكون منسكا في مناسك الحج أو العمرة، ولا يشرع أن يحلق الرأس في بيت المقدس أو في أي مكان. نعم، من باب التعبد. نعم، أو من قصد النسك هناك. وكذلك ما يفعله بعض الضلال من الطواف بالقبة التي بجبل الرحمة بعرفة كما يطاف بالكعبة. وكذلك من الطواف المبتدع المنكر الطواف بالقبة، وهذا كان في زمان الشيخ رحمه الله، كان على جبل الرحمة قبة، وكان العوام يطوفون بها ويضاهون بذلك الطواف بالكعبة، وهذا أمر مبتدع وعبادة باطلة. وإذا كانوا يتبركون بهذه القبة أو يرجون منها فهذه عبادة شركية. والآن زيلت القبة والحمد لله، لكن بقي عمود فوق الجبل، عمود مطلي بالنورة، ومع الأسف يجدد كل سنة طلاؤه ويبيض. الواجب إزالة هذا العمود، لأنه افتتن به العوام، وصاروا بعضهم يصلي إليه، وبعضهم يتمسح به، وبعضهم يطوف به، فالواجب إزالة هذا العمود لأجل قطع هذا الأثر السيء الذي يعتقده العوام. نعم، السلام عليكم. قال: فأما الاجتماع في هذا الموسم لإنشاد الغناء أو الضرب بالدف بالمسجد الأقصى ونحوه فمن أقبح المنكرات من جهات أخرى وذكرها. هذا عند الصوفية، أنهم يتخذون ضرب الطبول والأغاني والأناشيد يتخذونها عبادة وذكرا لله سبحانه وتعالى، حتى في الأمكنة الفاضلة، بيت المقدس الذي هو بيت من بيوت الله وأحد المساجد الثلاثة، بل رأيناهم يضربون الدفوف بعرفة يوم عرفة، ولكن الحمد لله جاءت الشرطة وفرقتهم و أزالت شرهم الحمد لله، فلم نرهم بعد ذلك. فهم يتخذون الأمكنة الفاضلة مكانا للشرك ومكانا للبدع، والمساجد في عموم الأرض، الصوفية يتخذون المساجد لإظهار بدعهم وحلقهم المبتدعة وأذكارهم المبتدعة وأناشيدهم، وحتى ضرب الطبول يتخذونه في المساجد تقربا إلى الله، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا والعياذ بالله. نعم، قال رحمه الله: منها فعل ذلك، أي من وجوه القبح في المنكرات هذه، ضرب الدف بالمسجد الأقصى، منها فعل ذلك في المسجد، فإن ذلك فيه ما نهي عنه خارج المسجد، فكيف المسجد الأقصى؟ نعم، يفعلون هذا في المساجد كلها الصوفية، ولكن إذا فعلوه بالمسجد الأقصى أو أحد المساجد الثلاثة، حاشا إن شاء الله أنهم لا يفعلونه في مكة ولا في مسجد المدينة، لكن في المسجد الأقصى قد يفعلونه ويستمرون عليه إلى الآن لعدم الزاجر وعدم من يبين لهم ذلك. فعلى كل حال هذا بدعة وضلالة، ويطهر المسجد الأقصى عن ذلك. نعم. ومنها اتخاذ الباطل دينا. نعم،
نعم، من المفاسد أولا انتهاك حرمة المسجد الأقصى الذي هو أحد المساجد الثلاثة، ومنها أنه اتخذ الباطل دينا، لأن اللهو واللعب والغنى والطبول هذا باطل، هذا من الباطل، هو اتخذه دينا يدين لله به ويتقرب إلى الله به، وهو إنما يتقرب به إلى الشيطان. نعم. ومنها فعله في الموسم، ومن المحاذير في هذا اللي يذهبون إلى المسجد الأقصى لضرب الطفول وإنشاد الأغاني، أن هذا يفعل في الأيام الفاضلة وهي أيام الحج، أيام الحج، فيتضاعف الإثم، وإن كان هذا لا يجوز في سائر الأيام. فهو انتهك حرمة الزمان وانتهك حرمة المكان، وشرع دينا لم يشرعه الله عز وجل. نعم. نعم بالله. قال رحمه الله: فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه، ففعله ابن عباس وعمر بن حريث من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين، ورخص فيه أحمد وإن كان مع ذلك لا يستحبه، هذا هو المشهور عنه، وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم، ومن كرهه قال هو من البدع فيندرج في العموم لفظا ومعنى، ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ولم ينكر عليه، وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة. نعم، التعريف يوم عرفة هو الاجتماع في المساجد، عرفنا أنه إذا كان في المسجد الأقصى أن هذا ينهى عنها شد النهي للمعاني التي ذكرها الشيخ. نعم. والنوع الثاني أن يفعل التعريف في سائر مساجد الأمصار، هذا فيه خلاف بين العلماء، فعله ابن عباس وعمر بن حريث، واستدل بهذا من أجازه، قال لأن هذا فعل صحابي، ولأنه في زمن الخلفاء الراشدين، ولأن ابن عباس رضي الله عنه كان أميرا على البصرة في وقته، فيكون هذا من المستحب، وهو دعاء لله عز وجل وفي بيت من بيوت الله. ومن العلماء من منع من ذلك لأن هذا شيء لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أجلاء الصحابة كالخلفاء الأربعة وغيرهم من أكابر الصحابة، فهو بدعة، ويدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا هو الراجح من حيث الدليل، من حيث الدليل ومن حيث النظر. نعم. الله عليك. نعم. قال رحمه الله: لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات الرفع الشديد في المساجد بالدعاء وأنواع من الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره. إذا أضيف إلى التعريف والدعاء الذي فعله ابن عباس وليس معه شيء من المخالفات فهذا محل الخلاف، أما إذا أضيف إليه ما هو محرم كإنشاد الأشعار والخطب وما أشبه ذلك فهذا لا أحد يقول بجوازه. نعم. قال المروزي: سمعت أبا عبد الله يقول. ومعلوم أن الناس إذا اجتمعوا وتمادى هذا الأمر واستمر في الناس أنه سيضاف إليه ما يضاف من والبدع يجر بعضها بعضا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. إلى هنا نأتي أيها الإخوة المستمعون إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وجعله حجة لنا لا علينا. هذه في الختام تحية مهندس الصوت أخي حمد العزاز، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.